حققت وزارة التربية والتعليم نجاحا متميزا في تجربة دمج الطلبة الصم في المدارس الحكومية والتي تعد الأولى من نوعها في تاريخ مملكة البحرين التعليمي، حيث أظهر هؤلاء الطلبة تقدما ملموسا على الصعيد الأكاديمي والنفسي والاجتماعي، وحاز عدد منهم على درجة التفوق فيما برزت لآخرين مواهب وإبداعات في مجالات عدة، مما شجع الوزارة على التوسع في هذه التجربة في العام الدراسي الجديد. وافتتح سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم صفين جديدين ضمن هذا المشروع، وذلك بمدرستي مدينة عيسى الثانوية للبنين والنور الثانوية للبنات، حيث اطلع على تطبيق عملي لعملية تدريس هذه الفئة من الطلبة بعد أن وفرت لهم الوزارة معلمين مساندين مختصين في لغة الإشارة يقومون بترجمة ما يطرحه معلم المواد الدراسية المختلفة خلال الحصص الدراسية، ويترجمون للمعلمين وبقية الطلبة مداخلات الطلبة المدمجين وأسئلتهم. وأكد الوزير أن الوزارة نجحت في العام الدراسي الجديد في زيادة عدد المدارس المتخصصة لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة إلى 77 مدرسة للبنين والبنات، إذ يشهد هذا العام دمج 8 طلاب وطالبات جدد من فئة الصم، فيما من المؤمل أن تتخرج الدفعة الأولى من هؤلاء الطلبة البالغ عددهم 12 طالبا وطالبة من المرحلة الثانوية مع نهاية هذا العام الدراسي.